أنا من ولاية نورث كارولينا. الحمد لله أستاذي الفاضل، أول ما دخلت لعند الضابط يعني ما سألني الياس، بس إنه السلام عليكم أستاذ أمير علي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين، اليوم تم النجاح في تقديم الجنسية الأمريكية، وزوجتي من الخميس اللي فات كمان نجحت، وبنتي نجحت، والحمد لله كانت مقابلة جدا جدا ميسرة لنا. ونشكرك لهذه القناة الدائمة لجميع العرب في اختبار الجنسية الأمريكية، وبنصح كل واحد يتابع فيديوهاتك، كل واحد اللي عنده امتحان يتابع قناة الأستاذ أمير علي المحترم، وشكرا لجهودك معنا. الحمد لله أستاذي الفاضل، أول ما دخلت لعند الضابط يعني ما سألني الياس، بس إنه وسألني آدم واد ساكنت بريزيدنت لينك واد درج ده سيفل وور، هالكلمتين هذول وحدة كتابة وحدة قراية. آدم واز ذا سكند بريزيدنت لينكولن واتر ذا سيفل وور، هاي الكتابة. وما سألني عن معاني الكلمات ابنه، بس يعني أقول له نو نو نو، واليس ما سألني عليها كلها نهائيا، ما سألني عليها، والحمد لله رب العالمين. هذا هو اللي صار معاي اليوم، وبنصح أي واحد برد بقول إنه يتابع قناة أستاذنا الغالي والحبيب علينا أمير علي. وشكرا الأول، شكرا لله تعالى، والشكر الثاني للأستاذ أمير علي على هذه القناة، فعلا فعلا ممتازة القناة لجميع العرب الذين يقدمون على الجنسية. بنصحهم مرة ثانية أن يتابعوا القناة الأستاذ أمير علي، وبيستفادوا منا جدا جدا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن النداف من سوريا، والحمد لله اليوم تم النجاح، وزوجتي من الأسبوع اللي فات، وأنا وبنتي اليوم نجحنا الحمد لله، وشكرا لك.